السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية صديقي، لو أول مرة حضرتك شوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. أنصحك إنك تدخل خفيف وتخرج خفيف عند فصل وتوصيل أحمال كهربائية، والكلام ده معناه إن لو حضرتك عندك لمبة، واللمبة ديت زي مثلا اللمبة اللي هي المتوهجة بتاعت زمان الصفرة دي، واللمبة ديت حضرتك قست المقاومة بتاعتها بطريقة ما، وجيت تسخن على اللمبة دي بهيتر مثلا او حاجه زي كده، هتبص تلاقي ان اللمبه ديت مقاومتها بتزيد معاك، وده انديكيتور ومؤشر بيوضح لك ان الاحمال كل ما بتسخن كل ما مقاومتها ايه بتزيد، ومعنى المقاومه تزيد ايه اللي يحصل؟ الامبير بتاعك هيقل فيها. طيب لو المقاومه ديت قليله يبقى الامبير هيبقى ايه؟ عالي فيها. يعني معنى الكلام لو حضرتك الكهرباء قطعت عليك والاحمال دي كلها فاصله، لما تيجي توصل كهرباء تاني ايه اللي هيحصل؟ المقاومه تعتبر قليله جدا، فالامبير اللي هيعدي فيها يعتبر عالي جدا، ففي الحاله ديت ايه اللي يحصل؟ الاحمال تتحرق معاك. فعشان كده نقلل الانرش كارنت بان احنا لما نيجي نفصل ونوصل ندخل واحده 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 واحده، نوصل احمال بالتدريج، ما نوصلش الاحمال كلها مره واحده، لان في البدايه التيار بيكون عالي جدا ويؤدي الى احتراق الاجهزه. ولو لاحظت عشان كده ينصحوا انك تركب جهاز الحمايه للاوفر والاندر فولتج، لان دايما في البدايه الاحمال لما بتيجي او عندك قطع تيار كهربائي والاحمال بترجع والكهرباء بترجع تاني، اللي بيحصل ان التيار بيكون الجهد بيكون عالي جدا، وبالتالي ممكن يطير بعض الاجهزه. ففائده جهاز الحمايه ده عندي يا جماعه ان هو بيأخر توصيل الجهد لحد ما يحصل استقرار في الجهد، وبعد كده يبدا يوصل الاجهزه لما الجهد يستقر. زمان لما كنت شغال في المصنع وكنت عايز اعمل صيانة للمحول الكهربائي بتاعي، عشان تعمل صيانة للمحول الكهربائي بتاعك بتفصل الاحمال الاول من السيركت بريكر، يعني بتخلي الاحمال اللي موجودة على الترانس بزيرو، وبعد كده تروح تفصل المحول من السكينة بتاعته اللي موجودة على الخط اللي جاية من عند الحكومة. ولما تيجي تفصل المحول بيفضل جدا، ده اساسي، انك تفصل المحول ما تفصلوش على حمل ولا توصله على حمل، لان لما تيجي توصل على حمل او تفصل على حمل اللي بيحصل ان في شراره عاليه جدا بتنتج عن الفصل والتوصيل، وانت او سكينه الفصل غير مؤهله ان هي تطفي الشراره دي، ولكن السيركت بريكر بيكون مؤهل انه يفصل يطفي هذه الشراره. فكنت بعمل الاتي، ان انا بروح الاول افصل الاحمال اللي موجوده على الترانس من الاير سيركت بريكر، وبعد كده اروح افصل الترانس من السكينه الرئيسيه اللي موجوده وموصله للترانس بتاعي، وبعد كده ادخل اعمل الفايف جولد رونز اللي بتاعنا اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه ان احنا بنعمل لوك اوت تجاوت، ولوك اوت تجاوت يعني بقفل كل المفاتيح اللي ممكن حد يوصلها عليا وانا شغال، وبعد كده بتشيك في فولتج ولا مفيش فولتج، وكل لابس مهمات الوقايه بتاعتي الاساسيه، وبعد كده بدخل اعمل اير ثينج، وبعد كده بعمل ليميتيشن للاريا بتاعتي اللي موجوده، ان انا ما يبقاش في عندي اي حد يقرب من المكان يبقى عارف ان في حد شغال هنا، وادخل اعمل الصيانه بتاعتي، واجي مرحله التوصيل بوصل ازاي؟ بوصل الاول من السكينه الخارجيه، وبعد كده ابدا اوصل الاحمال من السيركت بريكر بتاعي اللي متوصل عليه الاحمال. يبقى لما اجي اوصل وافصل اوصل على الخفيف، خلي الاحمال واحده واحده وادخل على الاحمال بتاعتي. وطبعا يا صديقي العزيز ده لا يتعارض ابدا، لما تيجي توصل وتفصل السيركت بريكر خلي حركتك سريعه في الفصل والتوصيل، مش مقصود به انك تبقى بطيء، لا، ده الوصل الفصل والتوصيل في حركه السيركت بريكر السريعه بتكون مهمه جدا، عشان ما يحصلش شرز عالي وما يحصلش تلمس الكهرباء واصله الجهاز او مش واصله الجهاز، واصله الجهاز او مش واصله، لا، يا واصله يا مش واصله. فدي معلومه مهمه جدا جدا جدا، ان الاجهزه مقاومتها بتزداد بزياده الحراره، وبالتالي المعوقه المقابله للامبير اللي مر في الجهاز بدل ما كانت قيمه معينه، القيمه ديت عليت، وبعد ما القيمه ديت عليت فبالتالي بيحصل مقاومه اعلى للامبير، وبالتالي الجهاز يسخن معايا بطريقه ما. ودي كانت معلومه النهارده يا صديقي العزيز، ارجو اكون افدت حضرتك. لو معلومه بسيطه لو حضرتك استفدت لايك وشير، اول مره حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه، اشوفك على خير، لايك وشير وفيديو غير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.